رؤساء الدول والحكومات يتعهدون خلال قمة الأمم المتحدة بتحسين مصير البشرية مع افتتاح المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للعام الحالي، واجتماعات مختلفة تحت أطر متعددة لمناقشة قضايا السلام في الشرق الأوسط. أهلا بكم. تعهد رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في قمة الأمم المتحدة للتنمية المنعقدة في نيويورك بإحياء وعودهم لتحسين مصير البشرية بشكل جذري ومساعدة فقراء العالم بشكل أكبر، والعمل على مساندة الدول التي تواجه الأزمات والنزاعات المتعددة. ووفقا للإعلان السياسي، أكد القادة بأن القضاء على الفقر بكل أشكاله هو أكبر تحدي دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وأشار الإعلان إلى مواجهة العالم أزمات هائلة، كما أوضح بأن سنوات من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية المستدامة أوقعت الملايين في الفقر وزادت من حجم الاحتياجات الإنسانية وانعدام المساواة. وأكد الإعلان بأن ضعف التضامن الدولي فاقم الكثير من الأزمات الإنسانية، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بأن القمة تسعى لإنجاز خطة إنقاذ عالمية، مشدداً على أن الأهداف تتعلق بالآمال والأحلام والحقوق وتوقعات الناس وصحة البيئة الطبيعية، مؤكداً على مكافحة الجوع وتسريع تطوير الطاقات المتجددة. وضمن الفعاليات في نيويورك، افتتح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للعام الحالي تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال فرانسيس خلال خطاب له في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الناخبين البالغ عددهم 8 مليار نسمة يتطلعون إلى أعمال القمة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بتحقيق تطلعاتهم. وأضاف بأنه لم يبقى سوى 7 سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى العام 2030. وأشار فرانسيس بأن إعلان الافتتاح يبشر ببدء مرحلة جديدة من التقدم المتسارع نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الرامية إلى أحداث تغيير ملموس في حياة الكثيرين، كما شدد على أن الاحتياجات الإنسانية للتنمية المستدامة لن تمر دون تلبية. وفي سياق متصل، دعت الرابطة الإنسانية للحقوق والحريات مجلس حقوق الإنسان إلى دعم الجهود الدولية لإيقاف تهريب النظام الإيراني الأسلحة للميليشيات الحوثية في اليمن. وفي ذات السياق، أكدت رئيس منظمة بروكن شير لضحايا الألغام بأن النظام الإيراني ما زال مستمرا في تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية، وأشارت إلى أنه تم الكشف خلال السنوات الماضية عن الكثير من عمليات التهريب إلى الميليشيات الحوثية عبر البر والبحر والتي كان مصدرها النظام الإيراني، كما أكدت مساهمة الأسلحة القادمة من طهران في انتهاك حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وعلى هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، انعقد الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في مدينة نيويورك برئاسة وزير الخارجية المصري، وعبر الوزراء عن تضامنهم وتعاطفهم مع شعبي ليبيا والمغرب إثر ضحايا الإعصار والزلزال اللذين ضربا البلدين قبل أيام وخلفا كارثة إنسانية ومادية كبيرة. وفي الشأن السياسي، ناقش الوزراء تنسيق المواقف والجهود العربية حول جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطورات على الساحة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الأزمات الإقليمية كالأزمة اليمنية والليبية والسودانية والسورية. وفي ذات السياق، بحث اجتماع عربي أوروبي في مدينة نيويورك بمشاركة 50 دولة سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، جاء ذلك إثر بيان للخارجية المصرية، حيث أفاد البيان بعقد اجتماع وزاري خاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضحت الخارجية بأن الاجتماع عقد بدعوة من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية بالشراكة مع جمهورية مصر والمملكة الأردنية. وشهد الاجتماع حضور ممثلين نحو 70 دولة ومنظمة دولية. وخلال الاجتماع جرى مناقشة آليات المساهمة في تنسيق الجهود المشتركة للدفع بعملية السلام وتكوين فرق عمل سياسية واقتصادية وإنسانية لبحث الخطوات والمحافزات العملية التي تشجع على إعادة إحياء عملية السلام العربية. وفي إطار العلاقات الخليجية، عقد الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك
على هامش أعمال الجمعية العامة 78 للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث تطرق الاجتماع لوزراء خارجية الدول الخليج العربي مع وزير الخارجية الأمريكي، تطرق إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، شارك المجلس الوزاري في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، حيث ناقش الاجتماع آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز الجهود الخليجية البريطانية للمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. الرئيس العالمي واللواء الزبيدي يشاركان في افتتاح قمة التنمية المستدامة، ويبحثان مع وزير الخارجية الأمريكي فرص إحياء السلام في اليمن، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والعليمي يؤكد أن الحرب الحوثية أعادت اليمن عقودا إلى الوراء. شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ومعه نائب المجلس اللواء عيدروس الزبيدي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي لقمة التنمية المستدامة رفيعة المستوى. وتأتي مشاركة بلادنا في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي في مستهل برنامج حافل بالنقاشات واللقاءات الرئاسية المتزامنة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك. كما سيواصل الرئيس العليمي على هامش أعمال الاجتماع الأممي حواراته مع القادة بمداخلات حول مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وأولويات المرحلة الراهنة على ضوء تداعيات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وفي كلمته لقمة التنمية المستدامة، أكد الرئيس العليمي أن الحديث عن أجندة التنمية المستدامة التي تضمن المشاركة المجتمعية الواسعة في صناعة القرار والإنتاج وتوظيف التكنولوجيا لخلق فرص عمل وتجويد الحياة بات ضربا من المستحيل في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية باعتبارها تدخلا أجنبيا ناعما كما تقول تلك الميليشيات، مبينا أن الحرب الحوثية قلبت الأولويات التنموية في اليمن رأسا على عقب وعادت البلاد عقودا إلى الوراء. السيدات والسادة، إن الحديث عن أجندة التنمية المستدامة التي تضمن المشاركة المجتمعية في بلادي وتوظيف التكنولوجيا لخلق فرص عمل وتجويد الحياة بات ضربا من المستحيل في مناطق سيطرة الميليشيات الكثيفة السكان باعتبارها تدخلا أجنبيا ناعما كما تدعي تلك الميليشيات متخادمة مع تنظيم القاعدة وداعش. لقد قلبت الحرب في بلادي الأولويات رأسا على عقب لتصبح معها بعض الأجندة التنموية التي كانت ضرورية في الأوضاع الطبيعية إلى هامش الاحتياجات الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والماء والكهرباء. إلى ذلك، التقى الرئيس العليمي في نيويورك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيد فلاديمير على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووضع المسؤول الأممي في صورة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تغذيها الميليشيات الحوثية، كما عرض الرئيس العليمي حقائق التخادم الصريح بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى الدعم الأممي المطلوب لإعادة بناء مؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون وكذا سلطات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز قدراتها في ردع التهديدات بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين. وضمن مباحثاته في نيويورك، ناقش الرئيس العليمي مع المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستينا تطورات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن في ظل ظروف الحرب الحوثية. وفي اللقاء تطرق رئيس المجلس الرئاسي إلى صورة التداعيات الإنسانية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة والدعم الدولي المطلوب لاستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية. وأعرب العليمي عن تقديره للتسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للاستفادة من حقوق السحب الخاصة وانفتاحه على كافة العروض لحشد الدعم العالمي لجانب الإصلاحات الحكومية وإجراءات الحوكمة المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والدوليين. وكان في وقت سابق قد التقى الرئيس العليمي والنائب اللواء عيدروس الزبيدي فور وصولهم إلى مدينة نيويورك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بحضور المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ، وناقش اللقاء جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، واستعرض المستجدات السياسية الأخيرة وفي مقدمتها الجهود المبذولة لبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف، وكذا مساعي المملكة السعودية وسلطنة عمان لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة. من جانبه أعرب بلينكين عن موقف بلاده الداعم لكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال سلام مستدام في اليمن والمنطقة، منوها إلى أهمية وحدة الموقف في مجلس القيادة الرئاسي. وفي صدد جهود إنهاء الحرب، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في اليمن، وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على المحادثات التي تجري في العاصمة الرياض مع وفد الميليشيات الحوثية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن بما يعزز السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، مشددة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي مستدام، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب في اليمن ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا: الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يترأس اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بالمحافظة بحضور لجنة وزارة الإدارة المحلية. وكيل أول حضرموت يطلع على الأوضاع في مديرية الريدة وقصيعر. الأطباء في مستشفى ابن سينا يبدأون التصعيد بعد تجاهل مطالباتهم المشروعة. أهلا بكم من جديد. ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بالمحافظة بحضور وكلاء المحافظة ولجنة وزارة الإدارة المحلية المكلفة بالنزول الميداني للمحافظات، وناقش المكتب التنفيذي بحضرموت أبرز الصعوبات الحالية التي تلامس المواطنين وعلى وجه الخصوص مشكلة الكهرباء والمياه وسبل تجاوز الأزمة الحالية. وقدم المكتب التنفيذي الاعتذار للمواطنين جراء الانقطاعات الحالية للمياه والكهرباء الخارجة عن الإرادة، كما وضع المكتب التنفيذي بحضرموت لجنة وزارة الإدارة المحلية أمام ضعف الموازنات التشغيلية رغم التزام المحافظة بالأوعية الإرادية والعمل المؤسسي وضعف مرتبات وجور الموظفين وضرورة تسوية أوضاع المتقاعدين ودعم السلطات المحلية ودعم قضايا الدولة وقطاعي المرأة والشباب وتوفير البيانات الإحصائية والتأكيد على أن تقوم الدولة بمهامها في تبني قطاعي الكهرباء والمياه على وجه الخصوص ودعم جوانب التدريب والتأهيل. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش على الأوضاع الصحية في مديرية الريدة وقصيعر والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها مستشفى الريدة للمواطنين، وناقش وكيل أول حضرموت أبرز الاحتياجات الأساسية لمستشفى الريدة بما يمكنها من الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى الاطلاع على التصورات الأولية بإنشاء عيادات خارجية. كما تفقد وكيل أول حضرموت سير العمل في مشروع تأهيل مركز إنزال القرين السمكي في مدينة قصيعر، مستمعا إلى شرح حول مستوى تنفيذ الأعمال الجارية في مكونات المشروع
مشيرين إلى أن المشروع الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سينفذ خلال عام، ويستفيد منه بشكل مباشر الصيادين بالمنطقة. ترأس مدير تربية ساحل حضرموت أمين با عباد اجتماعاً للجنة الخاصة بتطوير ثانوية أبي بكر بن شهاب للبنين بمديرية المكلا. وأشار المدير با عباد خلال الاجتماع إلى حرص قيادة المكتب على إعطاء جل الرعاية والاهتمام بهذه الثانوية العريقة تاريخاً وعلماً على مستوى بالمحافظة والمديريات، مضيفاً أن رؤية قيادة المكتب إعطاء الأولوية في التدخلات لمثل هذه الثانويات والمدارس وإعادة علقها وبريقها ودورها التنويري في المجتمع. وكان في وقت سابق قد ترأس المدير با عباد اجتماعاً لمناقشة خطة النشاطات اللاصفية لمدارس وثانويات ساحل حضرموت للعام الدراسي الحالي، موضحاً أن المكتب يسعى إلى أن تكون فعاليات هذا العام مميزة عن سابقاتها في السنوات الماضية بما يعود بالنفع على التلاميذ والطلاب المشاركين في المسابقات والمنافسات اللاصفية. نفذ الكادر الطبي بهيئة مستشفى ابن سينا بالمكلا وقفة احتجاجية إذانا بالتصعيد بعد تجاهل مطالباتهم من قبل إدارة الهيئة في صرف الحوافز والتي لم تصرف منذ نحو 9 أشهر، إضافة إلى عدد من المطالب الأخرى نستعرضها في هذا التقرير. عدد من المطالبات الحقوقية صدح بها هؤلاء الأطباء العاملين بهيئة مستشفى ابن سينا العام بالمكلا، صدحوا بالصوت عاليا خلال وقفتهم الاحتجاجية إذانا بتصعيدهم المستمر ورفع الشارات الحمراء بعد تجاهل المطالبات حسب قولهم. نزلنا اليوم في وقفة احتجاجية ولنا مطالب قدمناها للإدارة منذ فترة، وفي ظل عدم تجاوب الإدارة معنا رفعنا الشارات الحمراء لمدة 3 أيام، والآن بدأنا بالتصعيد والإضراب الجزئي، وبعد كذا إذا ما في استجابة بيتم الإضراب الكامل. مطالبنا واضحة والإدارة تدرك بها، ولكن لا ندري لماذا يعني التجاهل والتعنت في تنفيذ هذه المطالب. صرف الحوافز المنقطعة منذ 9 أشهر وتحسين جودة الخدمات الصحية والطبية بالمستشفى وتوفير احتياجات الأقسام وتفعيل النظام الآلي والإلكتروني، هذه وغيرها هي مطالب هؤلاء الأطباء. رد الاعتبار لزملائنا الأطباء بشكل رسمي وإنهاء قضيتهم وأغلاق ملفها نهائيا، كونها لا ترقى إلى قضية أصلا بل محض افتراءات وإشاعات كاذبة. حفظ كرامة الأطباء والدفاع عنهم وحمايتهم من أي افتراءات وإشاعات مغرضة. صرف حوافز النوبات المتأخرة لـ 9 أشهر كاملة دون نقص، وعلى أن تصرف شهرياً دون تأخير. رفع حوافز الأطباء وتحسين رواتبهم أسوة بالمحافظات الأخرى. تحسين جودة حراسة الخدمات داخل المستشفى وحراسة البوابة الرئيسية. توفير كادر مختص بالعمليات الصغرى بالطوارئ وأكمال المستلزمات الناقصة. تحسين جانب التغذية للأطباء المناوبين لفترة 24 ساعة مع تجهيز وتوفير احتياجات غرف الأطباء والمقيمين. النظر في الاحتياجات والمستلزمات والأدوات الطبية في غرف الطوارئ والغرف الحرجة والعنايات. 9 أشهر صمد خلالها هؤلاء الأطباء وواصلوا تقديم خدماتهم الطبية للمرضى رغم المعوقات التي يكابدونها، إضافة إلى التهم التي تنسب إلى بعضهم وتعليلها بالتقصير في تقديم الخدمة. يعني الناس طالب حقوقها، ليس بس بحقوقها، بس حتى حقوقها المادية بل حقوقها المعنوية. يعني تعرضون للاعتداءات اللفظية واعتداءات جسدية باستمرار، وكل يوم نحن في النيابة وفي البحث ويتهمونه متهمات باطلة وما فيش احترام، بالرغم انه يقدم هذه كل الخدمات. الطبيب العام والخصائي، الخصائيين نفس الشيء، بيشتغلوا في نص الليل، بيجي بيعمل عملية آخر الليل وبيتعب، كله على 70,000 ريال، لكن الهدف هو انك تخدم أهلك في حضرموت، تخدم هاي. نحن نعمل في ظروف قاهرة، في ظروف تكون بعض الأحيان النواحي الأمنية غائبة فيها. طبعا نحن الآن بدأنا في التصعيد، لنا قرابة 4 أيام برفع الإشارات ثم الإضراب الجزئي. غدا إن شاء الله بإذن الله، إذا لم نجد أي قبول أو ترحيب من السلطة المحلية أو الإدارة فإننا سنبدأ بالإضراب الشامل، عدا طبعا ما هو إنساني بالنسبة لنا كأطباء ودورنا في إنقاذ الحياة.
من المعيب والمخجل على السلطات أن تنتظر الطواقم الطبية 9 أشهر دون صرف حوافزهم وتلبية مطالبهم الحقوقية، ناهيك عن ظروف الحياة المعيشية الصعبة التي يكابدها المواطن في مختلف جوانب الحياة. دشنت السلطة المحلية بوادي حضرموت ومعها المدير العام لمكتب وزارة الصحة بالوادي الدكتور هاني العمودي منحة المساعدات الطبية المقدمة من منظمة بيور هاندس، وتشمل المنحة المقدمة لمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء علاجات عامة وأدوية مجارحة وغيرها من المستلزمات الصحية ذات الاحتياج العام للمواطنين. وثمنت السلطة المحلية بوادي حضرموت تدخلات المنظمة ودعمها للقطاع الصحي، الأمر الذي سيساعد في التخفيف عن المرضى. في المهرة كرم محافظ المحافظة محمد علي ياسر فريق التايكوندو بنادي خيبل الرياضي المشارك في بطولة خريف ظفار بسلطنة عمان لمشاركتهم الإيجابية وتشريف المحافظة في البطولة، وبارك المحافظ بن ياسر النجاحات التي حققها أشبال نادي خيبل للعبة التايكوندو في البطولة وحصدهم عددا من الميداليات، إذ حصد الفريق 7 ميداليات منها 6 ذهبية وفضية واحدة، موجها بصرف مكافأة مالية دعما للفريق. في العاصمة عدن التقى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد بن بريك رئيس مجموعة 21 من مايو الجنوبية محسن اليزيدي وعدد من أعضاء هيئة إدارة المجموعة، وثمن اللواء بن بريك التضحيات الجسام التي قدمتها المجموعة في سبل دعم الجبهات إبان الغزو الحوثي في العام 2015، مشيرا إلى الحراك السياسي المتسارع ومتطرقا إلى الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، مشددا في الوقت نفسه على عدم تجاوز قضية شعب الجنوب وتطلعاته. رعى وكيل محافظة شبوة أحمد الدغاري عملية التوقيع على اتفاقية مشروع إنشاء مدرسة النوري للتعليم الأساسي بمديرية عتق، ويأتي التمويل الكويتي للمشروع في إطار حملة الكويت إلى جانبكم. ورحب الوكيل الدغاري بإضافة هذا المشروع التربوي الكويتي الجديد للخارطة المدرسية بالمحافظة، منوها باستدامة الاستفادة من المشروعات في كافة المجالات، معربا عن تقديره العالي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يترأس اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بالمحافظة بحضور لجنة وزارة الإدارة المحلية. وكيل أول حضرموت يطلع على الأوضاع في مديرية الريدة وقصيعر. الأطباء في مستشفى ابن سينا يبدأون التصعيد بعد تجاهل مطالباتهم المشروعة. نشرتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.